يوجد معنى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يقع على زوجته كما يقع على البهيمة، فما هو نص هذا الحديث إذا كان صحيحا؟ وماذا يفعل الرجل حتى لا يقع عليها وقوع البهائم؟ جاء حديث ضعيف وقيل منكر كما في زاد المعاد والجامع الكبير، يقول: لا يقع أحدكم على امرأته كما يقع العير أي الحمار، وليقدم بين يدي ذلك رسولا القبلة والكلام. وبعيدا عن نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من تمام الأنس وكمال المتعة أن يقدم الرجل شيئا من المزاح والملاعبة قبل المباشرة لتتهيأ نفس الزوجين لها، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى دليل خاص يؤكده ولا يتنافى مع وقار الزهاد، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلاعب زوجاته ويقبلهن ويمص لسان إحداهن. هذا والله أعلم.